صباح الخير، شوفوا ما نكذبش عليكم. جيت شفت واحد الدري مغربي دار لي المكياج، هو الميكاب ارتيست في باري، وجا اليوم سبحان الله بالصدفه جا باش يدير الصراحه. هو انا في بلجيكا وانا نقول ليه دير لي المكياج، عرفتي البنات اللي حدا البنات اللي كاينين حاضرين ما نكذبش عليكم تسطاو على الميكاب ديالي، تقول لي صوفيا راه ما يمكنش، راه ما يمكنش البنات. نحط لكم الانستغرام ديالو، هو اللي عايش في باري، هو خدام مع شي صالون كبير تمايا في باري، تيدير تما الميكاب، هو ميكاب ارتيست. ندير ليها في الطواليت ديالو واحد الاخرى، مكبوش لنا اللوابة الواسعات. المهم ما علينا، انا غادي نحط لكم الانستغرام ديالو، طلعوا الشاشة وضيفوه وتشوفوا خدمته، راه مرة كيبوستي في ستوريات ماشي في البوست صافي. يلا وقولي حنا من طرف صوفيا، تبارك الله عليها، عندو ما يقول.